السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أوقاتكم بكل خير، أخوكم عبد الرحمن الخادم من معرض مدين السيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة، ولا تنسون أخوي الكرام إضافة حسابي سناب شات تويتر انستغرام عندكم على زاوية الشاشة. زي ما تشوفون اليوم بسوي لكم تغطية عن تويوتا هايلوكس 2019 فئة جي ال إكس 2 فل كامل جير آي دي بدون دبل وارد شركة عبد اللطيف جميل. سعر السيارة في حدود 93500، طبعا السيارة عليها بعض التغييرات الجديدة والحلوة والجميلة، بنذكرها لكم، نذكر لكم برضو أهم الفروقات عن فئة جي ال إكس 1 العادية. عموما بناخذ جولة سريعة السيارة من الخارج بعدين نتكلم عن أهم المواصفات. زي ما تشوفون هذه الهايلوكس جي ال إكس 2 2019، دفع خلفي وارد عبد اللطيف جميل. طبعا محرك بنزين، نتمنى نشوف محركات ديزل بالمواصفات هذه ان شاء الله. المحرك 2700 سي سي 4 سلندر بنزين 164 حصان تقريبا، والجير عادي 5 سرعات يدويه، نظام الدفع دفع خلفي. مواصفات السياره خارجيه، جي ال إكس 2 تعتبر اعلى نوع بالدفع الخلفي. عندكم الصدام الامامي ستيل كشافات ضباب، لون السياره ابيض لؤلؤي، وتلاحظون عندكم الجنوط مقاس 16 انش المنيوم مكحله. طبعا عندكم خطوط جانبيه، عندكم اشارات بالمرايه، مقاب ضباب كروم. للمعلومه هذه الجنوط اضافه من الوكيل نفسه، الخط برضو اضافه من الوكيل. وعندكم تلبيسة الصندوق والجناح الخلفي مع لمبة الفرامل، وعندكم حساسين خلفيات برضو إضافة من الوكيل، شعار الفئة جي ال إكس 2. وعندكم هنا صرفية الوقود، كل لتر بنزين تمشيك 10.4 كيلو نوع البنزين 91 2700 سي سي غير عادي. السيارة من الداخل طبعا تلاحظون ان الفئة هذه جي ال إكس 2 تختلف عن الجي ال إكس 1 بكثير من المواصفات، ابرزها الجنوط على المستوى الخارجي. عندكم الازياق السود اللي على الابواب ما هي موجودة في الجي ال إكس العادي. انواع المراتب، حتى المراتب نوعيتها تختلف. عندكم الفورميكا برضو، هناك ما في فورميكا باللون الرصاصي ما هي موجودة. بسم الله. طبعا برضو من أهم المزايا الموجودة في السيارة تبريد المقاعد الأمامية اللي جت بسوبر جي ال إكس الدبل، وجت بالجي ال إكس 2 اللي بدون دبل. طبعا سوبر جي ال إكس حاليا فقط للدبل حاطينها، أما الجي ال إكس 2 حاطينها الفئات اللي بدون دبل. برضو هذه الفئة تعتبر هي السوبر سابقا. طبعا زي ما تشوفون مراتبها قماش باللون الاحمر دايموند، حتى المراتب الخلفيه نفس الشيء، تكايه خلفيه، وعندكم تكايات روس اماميه وخلفيه على على اختلاف يعني مع فئه الجي ال إكس العاديه اللي تجي مراتبها التكايه متصله مع نفس المرتبه. طبعا عندكم هنا تكايه بالوسط برضو. خلينا نتكلم بهذه السياره اول شيء، نتكلم عن مواصفاتها بعدين نشرح لكم وش الفروقات عن الجي ال إكس العادي والموديل السابق. طبعا عندكم الزجاج كهربائي، عندكم تخشيب الفورميك الرصاصي، تحكم بدركس النظام الصوتي او امر الصوتيه، وعندكم التحكم بعداد الرحلات، حامله اكواب عند السائق والراكب، وعندكم هنا برضو نقدر نقول حامله اكواب او طفايه دخان، حساس الكفرات، كشاف الضباب طبعا تشغله من هنا الامامي اللي هو اضافه من الوكيل. عندكم هذا التحكم بدركسون النظام الصوتي، عداد الرحلات اللي يجي باللغة العربية،
زي ما تشوفون. طبعا السي دي اضافه من الوكيل مع منفذ يو اكس، منفذ يو اس بي، منفذ يو اكس، اكيد فيها دعاء ركوب. عندكم مكيف اوتو اللي جاء في موديل 2019 على عكس الموديل السابق اللي كان يجي مكيف يدوي، وعندكم فتحات التكييف الخلفيه برضو اللي جت في 2019 ما كانت تيجي ب 2018. نتكلم عن الدفع الخلفي وليس الدبل، الدبل جاء من 2017 تكييف خلفي. طبعا احنا نتكلم عن وارد عبد اللطيف جميل، الخليج جاء من 2016 تكييف خلفي، فما في معلومات جديده لكن احنا نتكلم عن وارد عبد اللطيف جميل. عندكم تبريد المقاعد الاماميه اللي جت في 2019 الميزه هذه في وارد عبد اللطيف جميل، تراكشن منفذ طاقة، الجير عادي زي ما تشوفون. طبعا يجي جلد وكروم وديكور رصاصي، باور مود، ايكو مود، حامل في الاكواب اللي هنا، تكاية بالوسط. هذه ابرز المواصفات اللي موجودة في السيارة. وعندكم تبريد طبعا في الدرج العلوي، ترى امانة الحين السيارة شغالة وشغالة مراتب التبريد صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اهنيهم صراحه اصحاب الهيلوكسات على التبريد الميزه هذه. عندكم هنا طبعا تخشيب امامي وخلفي، النافذه الخلفيه او شباك خلفي خلف الروس. عندكم هنا بيت النظاره، انوار السقف حتى هنا فيه. طبعا الراكب السائق ما له شماسه، له شماسه لكن ما له مرايه، الراكب له مرايه زي ما تشوفون، هذه مرايته. حلو، الحين تكلمنا عن اغلب المواصفات، باقي مواصفات الامن والسلامه. طبعا سياره ريموت ما هي بصمه زي ما تشوفون، هذه مفاتيح هديه اغلاق فتح، وهذا ريموتها. لو كانت بصمه يجي هنا زر البصمه، لو دبل يجي هنا زر الدبل، فرار الدبل. هذه ابرز المواصفات. الحين السيارة هذه مواصفات الأمن والسلامة فيها فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرة الباق للسائق والراكب لركبة السائق، وعدد 5 أحزمة أمان. هذه مواصفات الأمن والسلامة اللي موجودة في السيارة. وش تختلف عن الموديل السابق؟ تختلف عن الموديل السابق أكيد الخط مختلف عندكم، وعندكم فتحة التكييف الخلفية، المكيف اللمس، وتبريد المقاعد. بالنسبة لفئة الجيلكس 1 وش تختلف عن الجيلكس 1؟ تختلف قلنا الجنوط، وقلنا الأزياق السود اللي على الأبواب على النوافذ، وعندكم على الداخل زي ما تشوفون الفور ميكا هذه، عندكم الديكور الوسط هذا التكاية عندكم هنا موجودة، نوع المقاعد تختلف، هنا في تبريد هناك ما في تبريد. طبعا حتى هناك مراية عادية، شماسة بدون مراية، ما فيه مراية. الفور ميكا الرصاصي هذا غير موجود هناك، فقط جايب اللون الاسود. والسعر هناك ترى حول السعر هذا 91، هناك 93 و5، هناك 91، هنا 93 و500 تقريبا، فالسعر حول بعض. لكن سبحان الله ذيك مرغوبه، يعني لها رغبه ولها ناس، في ناس يبغون مراتبها متصل باي شكل من الاشكال. فهذه ابرز الاختلافات. منافسين السياره هذه اكيد نيسان نافارا، عندكم ايسوزو دي ماكس، عندكم ميتسوبيشي ال 200، عندكم فورد رينجر، مدري فورد رينجر الظاهر اسمه، مازدا برضو عندهم 1.8 بيك اب ما شاء الله، برضو رام عندهم رام 1200 اللي هو يجي بتصنيع ميتسوبيشي ال 200. عندكم يعني هذه ابرز المنافسين، اغلبها تجي تجميع برضو تايلاند، هذول كلهم اللي ذكرتهم تقريبا نوعا ما تايلاند، الا النافارا يجي تجميع اسبانيا. هذه ابرز المنافسين، لكن ما شاء الله على مستوى المملكه ودول الخليج بشكل عام، على مستوى يعني الشرق الاوسط ما شاء الله تويوتا هي المسيطره بالفئه هذه. حتى في دول اوروبا في ممكن في ناس يقول يا اخي ما شاء الله فئه البيك ابات الفورد اف 150 هو المسيطر مبيعات، ممكن على مستوى امريكا لان ما عندهم هايلوكس في امريكا، لو كان عندهم هايلوكس كان له كلام ثاني اتوقع. لكن ممكن عشان في قله بعض مواصفات الامن والسلامه مثل الارباقات الجانبيه ما قد شفناها لا بالخليجي ولا باي وارد ارباقات جانبيه بالهايلوكس للاسف. ففي اعتقادي عشان كذا، لكن السوق الامريكي عندهم بديل ما ادري والله شو اسمه، توكانا ما ادري توكينا حاجه زي كذا. عموما اللي يتذكر الاسم عاد يقدر يكتبه تحت في التعليقات حتى نحط له قلب على قولتهم عشان نستفيد ونفيد. هذه ابرز المواصفات للسياره. اعتذر اخوان الكرام، كثير مقاطع تويوتا حاليا
حاليا نازل الهيلوكس 2016 ان شاء الله بغطي لكم كل الفئات ونشوف ايش السيارات اللي تيجي بعده ونغطيها لكم. هذه القناه اخوان الكرام ما هي مختصه اني كل يوم اغير وكل شيء، انا اجيب السياره انفض لكم مواصفاتها من الصدام للصدام عشان تعرفون الاختلافات تعرفون الفروقات بعدين تحكم وتشتري. في ناس يقولون يا اخي لا انت شوف قناه الفلانيه تجرب، هذه القناه للامانه ما خصصتها للتجارب السيارات ولا تست درايف ولا شيء، نمسك السياره وهي في مكانها ونتكلم عن مواصفاتها وكل شيء. تست درايف عندكم ما شاء الله قناه الاستاذ حسن كتبي، قناه عرب جي تي ما شاء الله، هذه قناه متخصصه في التست درايف، يمسك السياره وينفضها لك نفض في كل مكان ويستخدمها، لكن مواصفات نوعا ما ما يجيب لك إلا في الكامل، يعني نوعا ما بالنسبة لك أنت ما راح تعرف الفروقات، حتى هم يا دوب يلحقون لأن كل الشركات تعطيهم تست درايف فما راح يلحق يستخدم، ومنتجه ما حيكون نفس يعني بيكون أصعب. أما أنا أصور وأنزل وأذكر لك المواصفات وأذكر لك الفروقات، وبشكل عام أنا أغلب سياراتي سيارات شعبية، سيارات الناس اللي تحبها أكثر شيء مرغوبة في الشارع، فدائما يعني حريصين على تصويرها. في ناس تطلب سيارات غريبة ما هي موجودة، صحيح في بعض السيارات للأسف أنا قصرت فيكم قصرت فيها يعني صراحة معاكم، اللي هي السيرة ما نزلتها إلى الآن صراحة، أنا ودي واحد من الشباب اللي عرف لهم أن يدبر السيارة وأصورها لكم بإذن الله تعالى، وشكلها بيتغير شكلها وممكن نصور شكل جديد وما نلحق نصور الشكل القديم. طولت عليكم أخوان الكرام بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.